أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي الحادثة الأليمة للتلميذة صفاء بمدينة أسفي، والتي تعرضت بعد أن تم طردها من القسم إلى أن ذهبت لكي تلقي بنفسها هناك على ضفاف المحيط الأطلسي، واضعة حدا لحياتها، مما أحدث صدمة عند الرأي العام. فأردت بإذن الله تبارك وتعالى أن أشارك من تحدث في هذا الأمر عن هذه المسألة، وأحاول ما أمكن بإذن الله أن نلامس بعض حيثيات هذا الموضوع من أصله، للبحث بإذن الله تبارك وتعالى على مكمن الداء والبحث عن الدواء. أولا، نعزي عائلة هذه الفتاة، فعظم الله أجركم وخفف الله مصابكم ورزقكم بإذن الله تبارك وتعالى أجر الصابرين. ابنتنا الصفاء نسأل الله تعالى أن يرحمها وأن يغفر لها يا رب يا رب يا رب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، لابد من التذكير بأن الانتحار هو سلوك إذا وصل إليه الإنسان لا يصل إليه إلا حينما تسد جميع منافذ أنوار الإيمان في قلب العبد، حينما ييأس. والشيطان يدخل على الناس من باب التيئيس من رحمة الله، والله تعالى لا يغلق بابا حتى يفتح ألف باب. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولاحظ معي هذا التوكيد، فالله يؤكد على أن اليسر ليس بعد العسر وإنما هو معه. ثم إن الله تعالى ذكر العسر معرفا لكي يكون واحدا، واليسر نكرة لكي يكون اثنين، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لن يغلب عسر يسرين. معناه أن المؤمن لا يمكن أبدا، إذا كان الإيمان قد خالط بشاشته قلبه، لا يمكن أن ييأس في هذه الدنيا أبدا، حتى ولو كان في ظلمات ثلاث. انظر إلى يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت في ظلمات ثلاث، ظلمات بطن الحوت والليل والبحر، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من غم وكذلك ننجي المؤمنين. معناه أن مسألة الانتحار لا يقدم عليها إلا من أغلقت جميع منافذ أنوار الإيمان في قلبه، ولذلك تراه يتصرف ويتحرك كأنه يتحرك في ظلمات، فلا ينقشع له في الأفق أي بصيص من نور يعطيه الأمل. وقد حدث الكثير معي أنا مع كثير ممن وصلوا إلى هذه الدرجة، وكانوا محتاجين لمن يضيء إليهم هذه الدروب ويقوي في نفوسهم الأمل. ولذلك فإن مسألة القنوط من رحمة الله هو من أكبر الكبائر، وهو من أكبر أسلحة الشيطان التي يقود بها الكثير من اليائسين. قال تعالى: إنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الضالون. إذن فعلى الإنسان إن شاء الله أن يعرف هذا الأمر. ثانيا، أن قضية الانتحار هو من أكبر الكبائر، فإن الله تعالى سبحانه عز وجل يقول في كتابه في سورة النساء: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إذن فهذا مسألة كبيرة ينبغي للأمة بإذن الله تبارك وتعالى أن تعرف هذا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية،
من المسؤول على هذه الحالة النفسية التي تؤول إليها أوضاع أبنائنا، خاصة 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 التلاميذ، وخاصة خاصة في تعاملهم مع الامتحانات، وخاصة خاصة الامتحانات المفصلية التي تكون في نهاية فصل من فصول الدراسة؟ من الذي يجعل الإنسان التلميذ يصل إلى هذه الدرجة؟ إلى هذه الدرجة. لا إله إلا الله. أولا، نحن في ديننا ينبغي أن نعرف أن الدنيا بالنسبة لنا هي دار اختبار وابتلاء وامتحان، هي ذاتها امتحان. فنحن الآن في امتحان، في كل لحظة نحن في امتحان. أنا أحدثكم الآن، أنا في امتحان واختبار. أقول هذا لله فأجر، أم أقوله لغير الله فيكون وبالا علي؟ فأسأل الله تعالى أن يكون هذا لله سبحانه عز وجل. فأنت عند همك إذا هممت، وعندك كلامك إذا تكلمت، وعند حركتك إذا تحركت، فأنت في كل ذلك أنت ممتحن مختبر. فإما أن يكون حركتك في اتجاه الصحيح الذي يريده الله تبارك وتعالى فأنت مأجور، وإما أن يكون عكس ذلك. يقول تعالى في كتابه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهو يختبرك ويمتحنك حتى يفصح الله عن سرك وعن مكنونك من خلال ما يظهره الله تعالى من أعمال. فإن أظهر الله منك الأعمال الصالحة الصادقة فمعناها أن قلبك مضيء، وأن القلب فيه أنوار التوحيد يدفع الجوارح دائما إلى فعل الخير وإلى التنافس في الخيرات. وإما والعياذ أن يتحرك الإنسان إلى الشر فاعلم أن القلب قد أصبح مظلما وسيطر عليه الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، فأصبح عياذا بالله جندي من جنود إبليس يعمل في مشروع الشيطان لإفساد الناس أو لإفساد نفسه أو لإهلاك نفسه على الأقل. إذن هذه الأولى، فنحن في امتحان، وهذا هو الامتحان الذي ينبغي أن يعرفه الناس. والنجاح فيه نجاح باهر دائم خالد، والخاسر فيه خاسر خسرانا خالدا. هذا هو الأول. ثانيا، قلنا إن شاء الله تبارك وتعالى أنك وأنت مبتلى في هذه الدنيا وممتحن مختبر، لابد إن شاء الله تبارك وتعالى أن تتعلم معاني النجاح وأن تفهم معنى النجاح. فقد تنجح في الامتحان في البكالوريا وفي الإجازة، ولكنك تفشل ولا تنجح في الحياة. وقد تنجح في الحياة الدنيوية وفي الامتحان وتخسر في الآخرة. ولذلك فالإنسان إن شاء الله لا يتحدث عن النجاح المؤقت في الامتحان. فكم من إنسان نجح وحصل على درجة الدكتوراه وصار من أشاهر الدكاترة في اختصاصه ويقدم أفعالا كبيرة، لكن مقطوع الصلة بالله، فتره يستحل الحرام. هل هذا معناه ناجح؟ هو ناجح مؤقتا فيما يرى الناس ناجحا، أي من خلال هذا الميزان الذي يزيننا به، وهو ميزان الدنيا، ميزان الدنيا. ولذلك احنا خصنا نعرف اسمه هو النجاح. النجاح هو أن تنجح زين معصية رب سبحانه عز وجل، وأن يكون التعليم بذاته، التعليم هو وسيلة فقط لكي زيد تعرف ربك، زيد وتخدم دينك، زيد وتنفع وطنك، زيد وتبر والديك، زيد وما تفجعش الآخرين، زيد وتكون مستقيم، زيد وما تغش الشايط، وزيد يعني كاين مجموعة من القيم لابد أن تستقر في قلبك إذا كنت من الذين ارتضوا منهاج الله تعالى تحكم بواسطته على كل حركاتك. هذه الثانية. الثالثة، الفشل. ما نجحش. الفشل من أكبر المحفزات عند العقلاء لتدارك النقص. هؤلاء الكبار الذين الآن أثروا في العالم يؤثرون، لم يكونوا متفوقين أبدا، بل إن الفشل هو مناسبة لاستدراك ما فات ولتعويض النقص لكي تستعيد الحركة من جديد. كما كان يقول الماركسيون، خطوة إلى الوراء ثم خطوتين إلى الأمام، خطوة إلى الوراء ثم هذه الخطوة إلى الوراء هي لتجمع قوتك لكي تقفز مرة أخرى. ولابد لك أن تجرب الفشل. علاش؟ حتى لا تظن أن الحياة كلها فرص للنجاح.
يقول تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حينما انهزموا في أحد بعد أن انتصروا في بدر: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. والنبي صلى الله عليه وسلم شج في رأسه ودمه جبهته صلى الله عليه وسلم وا 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 وهي ال ال لا 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 هذه التي تسمى الغزوة. هذه الغزوة هي التي نزل في أكثر عدد من آي القرآن لعظمة دروسها. إذا الفشل مهم، إذا كان هذا الفشل سبب في أن تعود إلى أسباب الفشل وتحاول أن تستدركها وتقوي جانبك فتنطلق بإذن الله تبارك وتعالى. ثانيا أن لا تصب بالغرور، هنالك من ينجح ينجح فإذا حدث له حادث وخسر زين يئس وظن وأظلمت الحياة في 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 عينه. إذن فهذا إن شاء الله تبارك وتعالى مسألة لا بد من التركيز عليها، فالفشل ليس شر كله. ثالثا هذه القيم التي ذكرتها إن شاء الله تبارك وتعالى لابد أن تربطها باش بالخير الذي تريده أنت والخير الذي يريده الله لك، وأنت لا تستطيع أن تعرف من الذي يصلحك، ولكن الله هو الذي يعلم وأنتم لا تعلمون. فعند الفشل والنجاح فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. كم من إنسان فشل في الدراسة ففتحت له آفاق، ثم بعد ذلك صار إن شاء الله تبارك وتعالى إنسانا ذو نفع كبير للأمة في المجال الذي أراده الله له. ولو اطلعت وحاولت تتبع مسار كل إنسان ناجح لرأيته أنه كان في طريقه فأبى الله تعالى إلا أن يصرفه عما يريد، ويقدر الله له ما يريد الله من فوق لكي يكون عطاؤه أعظم فيما يختاره الله له، ما كان لهم الخيارة. هذه قيمة لا بد أن يعرفها أيضا شكون؟ كل شيء الناس. أنت يا عبد الله اللي راك تقول نقا أحد المسائل في هذا الحديث، علاش؟ علاش؟ ها لماذا كان أقول هذا الشيء إن شاء الله تبارك وتعالى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. السؤال الثاني، علاش؟ من ذا الذي يعطي هذه القيم حتى نجنب أبناءنا هذا الفشل وهذا اليأس الذي يؤدي بهم إلى هذه الأمور؟ شكون يعطيها؟ ها؟ الحاجة الأولى شكون؟ اللي هم الوالدين، الآباء. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الآباء هم الذين يربون، الآباء هم المدرسة الأولى. قيل لي بأن هذه الفتاة صفاء رحمها الله ربما تكون عندها بعض المشاكل، لكن على كل حال على كل حال الأب والأم مسؤولان عن تربية هذه البنت على هذه القيم، قيم الاتصال بالله، الإيمان، العمل الصالح، حتى تنشرح صدور هؤلاء. ثانيا في وقت الامتحانات إن شاء الله تبارك وتعالى لا ينبغي أن يضغط عليهم وأن لا يهددوا وأن لا يعاقبوا، فلا ينبغي أن يرهبوا ويسلط عليهم وسيلة ترهيب قوية في مثل هذه الأجواء المشحونة، إلا ويقول لهم ديروا المجهود، إلا جاب الله شي حاجة جاب، ما جاب شيء الله تبارك وتعالى كاين إن شاء الله تبارك الكرة الأخرى. المشكلة هو إلا ما قرطوش ولا ما درتوش الأسباب، كل ما هو مطلوب منك أن تقوم بالأسباب التي كلفك الله بها، فقد تثمر تلك الأسباب نجاحا وقد لا تتوفق، فهذا مسألة يسيرة ومسألة إن شاء الله تبارك وتعالى عادية ويقع فيها كل الناس. وش عباد الله أنا نعرف شي ناس البنت ديالهم جابت 17 في البكالوريا، فلما ذهبت لكي تجتاز مباراة الدخول إلى كلية الطب فشلت، ولكن لأن الآباء كانوا يعني وضعت حد لحياتها، هذه راه نجحت كاع. والله إن الأمور كثيرة جدا مثل هذه الوالدين عباد الله، واش بغيتوا هذا الولد يقرا قرا 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 اجتهد 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 اجتهد، لا غير بالتي
وثانيا مسألة الغش يخص إن شاء الله تبارك وتعالى الوالدين اللي مسلمين يعرفوا أن الغش حرام، يخص يقول لهم ما تغشوش، من غش فليس منا. منين نبقاو نغشوا ويدخل الغش حتى المنظومة التربوية، أليس هذا مرض عضال سينتشر سمومه عبر القنوات كلها؟ فإن المتعلم المتخرج عن طريق الغش أيما شهادة حصل عليها ثم صار يمارس بواسطتها العمل في الهندسة في الطب سيكون أثره مدمرا كما هو حالنا الآن. شوف الوزير كي داير، شوف المهندس كي داير، شوف الطبيب كي داير، شوف المعلم كي داير، شوف الفقيه كي داير، شوف. ولذلك هذه مسائل تؤخذ من الأبوين المسلمين. هذه خليني بالوالدين إن شاء الله تبارك وتعالى. المسألة الثانية فشل منظومة بذاتها، المنظومة التربوية، المنظومة التربوية التي تريد أن تربط الدراسة بالوظيفة. يعني قرا باش توظف، واش الغاية نتاع القراية هي باش توظف؟ إيوا ولا ما وصلتكش للوظيفة؟ ها المصيبة. ها المصيبة. خصني ننجح، لأنه إلا ما نجحتش ما غاديش نتوظف، ما غاديش نترزق. يربطون قضية التعليم بقضية الرزق. الرزق شي حاجة أخرى. الرزق من عند سيدي ربي، لن تموت نفس حتى تستكمل إلى رزقها وأجلها. اقرأ لكي تنور نفسك، لكي تعد نفسك بالملكات التي تعينك على أن تعبد ربك، على أن تكون تقيا، على أن تكون صاحب قيم، على أن تكون نافع المجتمع، على أن تكون عارفا كيفية التصرف مع زمانك، وتعرف الحوايج اللي بغى زمانك حتى في قضية الرزق. ما تبقاش تقرا فقط باش تولي خدام عند شي واحد وعابد عند شي واحد ودير له اللي بغى ولو كان والعياذ بالله من المعاصي، وتخسر اخرتك. ها راك خسرت. هذا من اعظم مطبات ما يسمى بالرؤية التربوية. المنظومة التربوية إذا ربطت بين التعليم اللي هو شي حاجة عظيمة، اقرأ باسم ربك، طلب العلم فريضة، فنحول الفريضة التي نتقرب بها إلى الله إلى وسيلة للارتزاق. إذا خصني نغش، خصني ندير كذا، خصني هذا، راه ما يمكنش. هذه الأولى إن شاء الله تبارك وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك انتم، انا ما بغيتش نتكلم على جلس ولا هذه القضيه نتاع الغش، راكم تعرفوا كيفاش داير وكيفاش تفنوا فيه وكيفاش يا ربي، واللي دخل ثلاثه نتاع الهواتف والكيت وكذا بابا كي غادي يديرها الاستاذ مسكين، ومع راكم تسمعوا النقط مقابل الجنس، وا 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 عباد الله وصلت حتى النقط مقابل الجنس، فضائح. لا حول ولا قوه الا بالله، لان الانسان بغى غير واش بغى ينجح. لا حول ولا قوة الا بالله، ماشي تعليم هذا. هذاك شو النتائج؟ حنا 154، الرتبة 154 في العالم، الرتبة 154 في الصنيف. ثانيا المشكلة الثانية تاع الرؤية التربوية، علمنة العملية التربوية والتعليمية، يعني الآن المنظومة التربوية والمناهج التربوية والرؤية التربوية أصبحت علمانية. ما من علم تفصل الدين عن العلم. أنا سمعت واحد منهم يقول، باش يقول، قال له كي تجي تقرا مسألة الفيزيك خلي الإيمان ديالك برا، خلي الإسلام ديالك برا. في المغرب هذه أقسم بالله لا علاقة الكيمياء ولا الفيزياء ولا الطبيعيات ولا حتى شي حاجة بالإسلام، خلي إسلامك برا وادخل. يا عباد الله أنت النتائج. من الذي يحمي أبناءنا من الانحراف؟ من الذي يقويهم ويجعلهم شخصية قوية؟ أليس الإيمان؟ وأن كل هذا الذي يدرسونه ينبغي أن يدرسونه في أحضان الإيمان. اقرأ باسم ربك. إذا كنت لا تقرأ فأنت تريد الجهل، هذا ما بغاش تدر بإقرأ. ولا كنت تقرا باسم غير ربك، انت تتعلم تعلما مقطوع الصله بالله وبالايمان، وذلك يتخرج هذا الناس اللي هكذا دايرين. اذا فهذه مشكله. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا ربي، هل شفت في المنظومه التربويه؟ اما بالنسبه ان شاء الله تبارك وتعالى لدور المسجد، ما نزيدش نهضر فيه، ودور الاعلام، ودور هؤلاء كلهم ينبغي ان تتكاتف جهودهم، خاصه في مثل هذه الاجواء نتاع الامتحانات، ان توعي وان ترشد وان تعظ وان تبين وان تفهم اولادنا. انا كنت نسمع القناه تاع محمد السادس، كانوا كيتكلموا قبل بالامتحانات عن هذه القضايا هذه، جزاهم الله خيرا،
وكانوا كيتكلموا على الفشل، يتكلموا على النجاح، يتكلموا على الاوضاع المتوتره، يتكلموا على دور الاباء في هذه الفتره وكيفاش خصهم يتعاملوا، زعما شي برامج يجيبوا شي ناس يعني مثقفين ومتدينين يدخلوا الجانب النفسي، الجانب الاجتماعي، الجانب الديني، الجانب الثقافي، جانب التقاليد، كل ذلك، فيوجهوا الناس. فتمنيت لو أن تلك الندوات وتلك البرامج يحذو حذو هذه القناة قنوات أخرى، وحتى هذا الناس اللي عندهم مواقع التواصل الاجتماعي ينبغي إن شاء الله تبارك وتعالى أن يسيروا في هذا الاتجاه. هذه بعض ما فتح الله تعالى في هذه المسألة. أقول في الأخير، صفاء رحمها الله كانت ضحية، ضحية ماذا؟ لا أعرف، ولكنها كثير من التلاميذ الذين يمرون بهذه التجارب، أرجو وأسأل الله أن تكون إن شاء الله مثالا أن يكون عبرة للغير. يعني الناس هي مشات الله يرحمها ياك، والله يعظم أجر مالها ياك، لكن يخص إن شاء الله تبارك وتعالى اسمه يخص الناس تطعب. أما قضية الأستاذ الذي يتحدث عنه أنه كان قاسي وكذا وكذا، يا أخي يا الله يرحم لكم الوالدين، الأستاذ الله يجزيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين، يقوم بدوره حتى تكون هنالك نوع من تكافؤ الفرص. فأسأل الله تعالى يرحمها وأن يعفو عنا، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد، الحمد لله رب العالمين.